حتى افضل تصدي كان تصدي حارس السد لفهد وعد لافضل كان لاعب الجوله. طبعا اشوف الجهاد من العام يعني حتى كان موفق في كثير من الكرات. اعتقد جهاد لعب بطوله اوريدو كلاعب اساسي مع الفريق الاول، عنده امكانيه حتى طريقته التصدي حق الكره يعني اعتقد يعني من ناحيه فنيه من ناحيه تقنيه من الحارس اعتقد عنده تكنيك عالي. صحيح. من هذا التوفيق ان شاء الله باستمرار ان شاء الله تمريرات جسم نميري محاولة وخطيرة كرة من جهة اليمنى تسديدة والتسديدة كانت من جانب فهد وعد وفي التصدي كان الحارس زياد محمد هذه الصورة مع عرض البطية تسديدة كانت يسارية سهلة لم تكن صعبة على الحارس زياد محمد بين الفريق الأول وفريق الرديف هذه كرة ملعوبة هذا ما يشعل الحماس بين اللاعبين والأفكار نفس المعطيات حتى لما يصعد اللاعب الفريق الاول لا يجد صعوبه في التعقل الكره كانت مخادعه من الركنيه كانت مباشره والحارس جهاد محمد يتعلق في الكره الاخيره يضع الكره في الركنيه لقطه الماضيه كانت خطيره على دفاع النصر صالح هلبي انطلاقه من جانب لطفي مجال كره ممتازه لاقصى اليمين فهد وعد كنترول يا سلام تسديده يا سريع فرصه للاهلي طبيعي ممتاز العمل موشيرمو كان رائع من جانب فهد وعد البياتي الترويج باليسرى والتسديد بكره ومحاوله مره اخرى كادت تاتي بالهدف الثاني هل يندم نادي تهيل على هذا الكم الهائل من الفرص في هذا الشوط الاول شوفوا الاسيست كانت ممتازه من لطفي ماجر قراءه جيده للعب والكونترول كان ممتاز باليمنى والتسديد باليسرى من جانب فهد وعد عن بياتي سحب الهدف الاول تقريبا الفكره كانت جيده من جانب فهد وعد يضع الكره على القائم البعيد للحارس جهاد محمد المتالق في هذه الكره قراءه جيده كذلك للحارس جهاد محمد لتسديدة فهد وعد لم يبحث عن القوة في التسديد بل بحث عن الدقة وفي كرة ممتازة مرة أخرى ممتازة جدا هذه الكرة من جاسم لمهيري وثابت في التدخل الحارس جهاد محمد تركيز كبير من الحارس جهاد محمد في المكان المناسب يضع الكرة في الركنية بعد تسديدة من جاسم لمهيري يتعلق حارس السداوي في هذا الشوط الاول 7-2 على مستوى عدد الركنيات هيري انطلاق توزيع عرضية خطيرة فرصة مازالت الكرة تسديدة لكن سهلة للحارس جاد محمد تعود مرة أخرى في هذه اللحظات هيجان تسونامي ملعوبة كرة للحارس جاد محمد كرت يوسف المنظر أخيرا هذه كرة من نفاذ وحدة بياتي يحاول الثانية لكن التسديدة كانت سهلة من لعب الوسط إلى ربح ماجر إلى لطفي ربح ماجر الكرة الأخيرة كانت بعيدة وتعودين ملعوبة من نفاذ على القائمة الثانية بالبوكس يتدخل جهاد محمد نزلت الكرة إلى لطفي ماجر حارس السد يعني صراحه شال اكثر من كوره لولا يعني ما تصديه لاكثر من كوره وخصوصا كرات فهد اعتقد كانت النتيجه ممكن تكون 2 على الاقل يعني لصالحه. طيب منو؟